مشروع اسمه مشروع فكرة بإبرة، لأنه تقريباً عبارة عن 90% من مشغولاتي وأفكاري كانت عبارة عن مشغولة بالصنارة والإبرة. درست بالجامعة تعليم أساسي، فأنا حبيت أعمل وسائل تعليمية عن طريق الهاند ميد والمشغولات اليدوية، لأنها صحية على أيدي الطلاب وآمنة، وأنا عارفة من إيش صنعتها وما بتضر الطلاب، بتوصلهم الأفكار بطريقة سلسة ومريحة على أساس إن أنا أوصل المعلومات للطلاب بطريقة سهلة. فحاولت إنه أشتغلهم عن طريق المشغولات اليدوية، وعملت إعادة تدوير بعض المشغولات ومخلفات البيت، استخدمت الكرتون، استخدمت الخيطان، يعني بديت إنه أنا أستفيد من مخلفات المنزل. أنا عندي يعني كذا منتجات، هي الفكرة الرئيسية دمى الأوميجرومي والوسائل التعليمية. لقيت أنه أنا حابة أتوسع في السوق شوية، أنه أساس أنه كل زبون بيطلب طلب أنه يكون متوفر عندي. مثلا بشتغل طارات تطريز برازيلي، بشتغل عجينة السيراميك، أنا بعجنها بأصنعها، يعني ما بحتاج أن أشتريها جاهزة من السوق، فبشكل فيها شخصيات، بشكل فيها ورد، بشكل فيها حسب الطلب اللي في السوق. Thank you.